لمراكز التلقيح ضد فيروس كوفيد 19. جيراني ستة بعماتهم كورونا، كورونا راها تدق، راها تدق، راها كل يوم يدفنوا. كاين اللي ولادو ما يشوفوهش ويدهم من السبيطار قبل للجبل. هذا اللقاح انا كانت عندي تجربه وين انا والعائله تاعي اصيبت بمرض كوفيد وكنا عانينا ولقينا اليوم الحمد لله بفضل التحقيقات الوبائية في عاصمة الولاية لوحدها قمنا بفتح تقريبا 10 نقاط تلقيح خاصة مستوى الأحياء الشعبية بالتنسيق مع المؤسسات الصحية من أجل إضافة بعض الأسرة على مستوى المستشفى المرجعي لاستقبال مرضى كوفيد هنا بعاصمة الولاية.